إيلون ماسك أطلق الروبوت الجديد أوبتيموس. إنه واو، شفتوا شو عامل الروبوت تبع ماسك؟ إنه شو بده ليجيب كل هالملايين من المشاهدات؟ إنه أوكي فيو يكزدير ويتمشى ويعمل حاله عم يشتغل، إنه شو بده لكل هالضجة؟ هولي ما مش فايتين على ولا دايرة بالدولة، على شي 400 ألف موظف في شي 300 ألف بيكزدروا وبيمشوا وبيعملوا حالهم عم يشتغلوا كمان، هول إذا فتحوا أكاونت على تيك توك بلشوا يطلعوا لايف بيكون تمام. يعني تخيلوا تفوتوا تلاقوا رئيس الدايرة عم بكب طحين على حاله وبيض وأمين السجل عم بيصوروا، هول بيجيبوا ملايين من المشاهدات ودفنتلي بيسكروا عجز الدولة.